انت على الاولاد. واه اه دابا سي مومو نعاود لينا الحاله ديالك. ايوا الحاله ديالي دابا راك تشوف راني ما خدام ما ردام، راني غير قاعد في الكروسه وكنشوف وصافي. هذاك الشيء اللي كنت كنحرك شي خش وطارت لي الجمره على ارض الصبع، الميكا يعني ميكا طارت لي على الصبع ديالي وبقات لاصقه على الصبع. ملي مشيت نقلعها هكذا لصقت لي على الصبع ديالي وحرقتني يعني من الصبع ديالي، دارت لي منها واحد الشنبوخه بقات يلا يلا. ملي كنتوضا بها هكذا كنقيسها بالماء وهي كتزيد، بقات تنقز لي الصبع لهذا لهذا، صافي الصبع ديالي بقاو كيجريو بالماء وما تشوف فيهم. ونتفخت الرجل ديالي وما كانوا في الاول غادي يقلعوا لي غير خمسة الصبع، ولكن تاني في التالي ملي شافوا ذاك ذاك النفخ طلع قال لك ما غاديش، واخا قطعنا لك من هنايا غادي يطلع لك المرض للرجل فوق وانت ما عندكش. قال لك غير عندك ميم، قال لي دابا انت بوبري وا ما عندكش. ما عنديش. ايوا قطعوا لي الرجل وقطعوها لي صافي. عاونوني شويه الله يخلف عليهم يعني باش درت ديك العمليه، وانا كان الرجل ديالي مشى وانا كلشي ضاعت الرجل ديالي. دابا الكروسه واخا بغيت نمشي لشي بلاصه ما نقدرش نمشي، يعني ما عندي منين غادي نفوت الحجار وما نقدرش نتمشى بها. والدبابيه تعاود حتى هما كذلك ما نقدرش نتمشى بها. الخطرة خرجت بهم غير هذا ندور بهم تحت، راه كاع قلعت دابا رجل تاع الصحيحة راه مبليسية. مشيت السوق ما نقدرش نمشي لشي فرح ولا عند شي فاميليا ديالي ولا ما نقدرش نمشي، يعني ما عندي خصني طوموبيل. دابا السوق ملي كنبغي نمشي له خصني حتى نجي للطوموبيل، هنا كورسا بنادم ما عندوش كاع عادو نطلع لزاي بحال ملي كنبغي نمشي نحسن ولا نمشي ايوا.